الغلط هذا كله. لما انا اعطي سمستر او اوفرت كورس ببلش اسم الكورس شو يعني، معنى اخر جنريشن للرقم، لما تورجيني رقم الكورس بعرف لانه بانو برنامج بانو كليه بانو جامعه. ولما تودي لي الاوفرت سوري الاوفرت كورس مع الفصل، فهمتوا علي؟ فيعني هاي الاشياء انترنالي، يعني انا هون كونسبتشوالي هي زي نستد بس براكتيكالي هي كلها جنريتد نمبرز، يعني عشان تضمن اليونيكنس. تفضل. لا اوفرت كورس اللي هو ايش كمان مره؟ اوفرت كورس مع السيمستر بقدر اعرف. لا مش اوفرت كورس، قصدي الكورس مع السيمستر هو اللي علاقه اللي بسميها اوفرت كورس. مش الكورس مع السيمستر، انا غلطت. البالستينيان كورس، لاحظ من هون طالع العلاقه، العلاقه جايه من هون مش من هون. طيب يعطيكم العافيه. هلا شباب غدا بقدرش طيب هلا بدنا ندخل الان في جزئيه لها علاقه في بزنس رولز ثاني انجاز التعبير. يعني اخذنا بالحد الان بالاو ار ام اليونيكنس رولز والمانديتوري رولز، هلا بدنا ندخل باشياء اخرى. على فكره ما نخلصش كلهم بالوارين لانهم كثار، هاي بتكون اخر محاضره بالكونسترينتس، بعدها المحاضره اللي بعدها حتكون عن سكيما ترانسفورميشن او الاوبتمايزيشن للسكيما. جاهزين رانيا؟ جاهزين؟ طيب اول شيء نبدا نحكي عن انه احنا نذكركم بس كلنا الديزاين ستيبس لما بنرسم سكيما شو بنساوي؟ اول شيء بنطلع على امثله، نرسم منها ايش؟ نتعلم منها الاليمنتري فاكتس، بعدين نرسم الاليمنتري فاكت تايبس وبنعمل عليهم انستانسيشن تشيك. شفتوا كيف هون انا عملت؟ اذا هاي بتعملهاش الانستانسيشن تشيك بتخربش. اهم شيء ترسم شو؟ سوري تحت الدايجرام تحط تعمل تشيك في بيبيوليشن تشيك. بعدين بصير عندك الدايجرام كله بدون يونيكنس، بعدين بتحط تروح على كل رول وبتحط يونيكنس، تتأكد انه كل انتيتي لها ايدنتيتي مع كمان بتضيف المانديتوري. هلا عاد هاي بتكون لحد هون البيسكس، تقدر تعمل جنريت لمثلا داتابيس سكيم. هلا هون ناخذ شوي مور ادفانس بزنس رولز. المحاضره تبعتنا حتكون اول شيء بدي اعطيكم ماثيماتيكال باك جراوند سهله كثير جدا تخافوش منها. بعدين ناخذ شيء اسمه الفاليو كونسترينت هذه مرة. بعدين بناخذ ثلاث انواع من شيء بنسميه سيت كونسترينتس. هذول كونسترينت او رول، يعني بقصد فيها نفس الشيء. هذول ست انواع حتى ضرب اثنين، لان كل واحد منها لها تو فيرجنز. بعدين بناخذ اللي هو بنسميها السب تايب ريليشن، اللي هي زي السب كلاس في اليومين، بس بناخذها بطريقه مو يعني مورفولوجيكال. بعدين نتعلم شيء انواع من الفريكوانسي كونسترينتس. هذا بتقولوا عن ايش قاعدين بنحكي. نبدا ايش؟ شويه ماثماتكس. لو جينا طلعنا على هاي الرسمه
في عنا نتعلم هنا احنا ايش عن الست، شو الست مجموعات. هون في عنا مجموعتين، مجموعة A ومجموعة B، شو علاقتهم في بعض هون؟ سلام، شو علاقتهم في بعض؟ إيكوال إيكوال، واحد بالضبط فوق الثاني، نسميهم إيكوال أيدنتيتي. نيجي لهذول المجموعتين، شو علاقتهم في بعض؟ ديسجوينت نسميها، ما هو الإكسكلوجن، إنه إيش عندنا مجموعة. أنا بعطيني مثال، أنا بعطيني مثال هو، أنا بعطيني مثال. يلا طالب الشخص، الطالب والشخص، كل الطلاب هم أشخاص وكل الأشخاص هم طلاب. نعم، تقول مش على الواقع كله بعيد بعيد، مجموعة الناس اللي قاعدين هلا قدامي هاي ايه؟ ها؟ مجموعة الناس اللي قاعدين قدامي هاي شو هم؟ ايه؟ ومجموعة الناس اللي مسجلين بالدورة بي، هم نفسهم صح؟ صح ولا لا؟ طيب هون انا بعطيني مثال ذكر انثى، مجموعة الذكور منفصلة تماما، يعني شو معناها منفصلة؟ رضوان يعني فيش ولا إنستانس ولا إلمنت ولا إنستانس داخل هاي المجموعة ممكن كمان ينتمي لهاي المجموعة. طيب هذه شو معناها؟ إنه A سب تايب من B، إنه عندنا شخص وعندنا أنثى، مجموع كل شخص، شو معنى السبسيت؟ كل شخص موجود في A هو كمان بالضرورة موجود في B. طيب هاي شايفها زيها بس في ستار، شو بنقصد؟ هاي بنسميها ايش؟ بروباب سبتايب. هلا هاي في مشكلة إنها A تكبر وتصير كد B، في مشكلة؟ هان في مشكلة، هو ممنوع A تكبر تصير كد B، لازم B تبقى أكبر ولو بعنصر واحد، هيك معناها. بروبر شو يعني بروبر؟ يعني إنه دائما B أكبر من A ولو بعنصر واحد، مش ممكن A تصير يعني. هلا هاي لو قلت ذكر انثى غلط بالمناسبه، ايه سوري ايه هان ذكر ذكر انثى، هون شو حكينا؟ شخص وانثى. لاحظ هلا هون شخص وانثى ممكن انه هان ليس هناك ما يمنع حسب هاي اللي شايفون هون احنا، انه هل موجود انه الانثى ست مجموعه الانثى تكبر تصير كد الشخص، وهذا الكلام احنا ما بدنا اياه بالواقع، فشو بنحط؟ هذيك. ليه؟ لانه بدنا المجموعه انها دائما يبقى في فرق بين شخص وايش؟ وانثى، لازم يكون في واحد اقل بواحد. هاي التقاطع بيناتهم مش لازم يصير كد واحد اكبر من واحد فيه. قبل ما نروح على لا انسى هاي، هذا الاوفرلاب انه في واحد قاطع على الثاني زي موظف وطالب، موظف وطالب معناته مجموعة منطقة هاي هي منطقة الطلاب الموظفين، مزبوط. هلا هاي وهاي نفس الاشي، ممكن انها هاي تضلها تزيح تصير كدها، هاي شو هناك معناها؟ ممنوع تزيح تأثير كد بعض. في عدد مش واضحة؟ في عدد عنده سؤال؟ مش حطينا ليش حطينا هنا؟ هيك طريقة رسمها، في اللي بنسميه
اللي هو بالفين دايجرامز. فيش احتمال تكون تصير مثلا لو تكون فيش نجمه في الاي او فيش نجمه في البي. بغض النظر خلينا احنا تركزوش انتوا على النجمه بقدر ما انه الاوفرلاب والبروبر اوفرلاب يعني هي هاي نوتيشن للرسم للتعبير. الاي ممكن تصير الاي اوفرلاب ممكن تصير ايدنتيتي هو يعني المقصود ما ممكن يكون الاوفرلاب كامل يعني بالضبط. هو هون ممكن يكون الاوفرلاب كامل هون ولا ممكن يعني هون شخص سوري طالب وموظف ممكن يكون مجموعة كل الناس الطلاب هم موظف ليس هناك ما يمنع متغير الموضوع بس هناك بكون انت هيك حاجة عبالك تكون لا لا هاي لازم نعملها بروبر اوفرلاب يعني انه مش ممكن بركات بعض. طيب هاي اول خطوة في الماثماتيكس. الخطوة الثانية اذا نتعلمها شو معنات انه انا المنطقة شايفين هاي 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 الدائرة هاي الدائرة بي وهاي اي هلأ الدائرة هاي والدائرة هاي مجموعة عن المنطقة هاي المظللة بجوز انتم مش ملاحظينها سكني هذا هو شو يساوي تحادهم يعني اليونيون تبعهم هلأ تقاطعهم ها مزبوط. طيب لو بدي اقول اي ناقص بي يعني الطلاب ناقص الموظفين اللي هم مجموعة الطلاب وكيف الموظفين منهم واضحة؟ طيب هاي ها A is a proper subset of B وفوق هنا لأربعة لأربعة جاي مش بس لاثنين. نرجع لها هاي السيت وهاي البروبر سبسيت. شو يعني بروبر؟ يعني A لما تكون سبسيت ليس هناك ما يمنع انه A تكبر وتصير كد B. بروبر ممنوع A تصير حجم B لازم نضلها اصغر ولو بعنصر واحد. كيف ما نعكسه على A ناقص B؟ يعني A ملوش علاقة هلا احنا بنحكيش هون أنا وين؟ في العشمال. إيه مظلل عليها لحالها اللي هي إيه ناقص بي. هلا إيه is a proper subset of B. شو يعني a proper subset of B؟ بصيرش إنه تقاطع. انساك منها هاي خلاص. بدناش ندخل في لأنه هذا بس تذكير خلصنا. طيب. هلا نأخذ الفالي كونستنت. في الموديل تبعنا اللي أخذناه أخذنا إنه الإيفيرسن اللي ريليجين. واخذنا البيرسن له ايش كمان جندر والى اخره. كيف بدي اقول انه الجندر محصور في ميل وفي ميل ها ناخذ اشي او هاي مثال هاي مثال عندنا الكانتري ون موديل اوف كان ان كوانتيتي يعني الدولي فازت فيه انواع ميداليات وهي المجموعة تبعهم مجموع الميداليات اللي فازت فيهم اه شو انواع الميداليات شو انواع الميداليات المسموحه هون الجولد والسيلفر والبرونز يعني هون لما اجي احط لاحظ هان هان ان هذا هو الفالي كونستريت لما احطه انا على هاي طلع هون مثلا بدك تحط البوبوليشن تشيك حط ارجنتينا استراليا فلسطين جوردن الى اخره مسموح لك تجيب اي سترينج وتحطه صح وهون مسموح لك تجيب سلام ركزي معنا مسموح لك تجيب اي اي رقم وتحطه صح مزبوط مش مزبوط ما يا سلام ناخذ حسب الارقام المسموح فيها شيل الارقام المسموح فيها بواحد ب 237
ايش يعني؟ يعني انا بحط ارقام هون، ممنوع احط رقم صفر، ممنوع احط رقم 270 او 250، ممنوع. الفاليو هاي محصوره انها لازم تكون في الرينج المسموح فيه، والفاليو اللي هون ممنوع استعمل كاركتر ثاني، لازم استعمل بس هذول الكاركترز. لازم حاصل جمعهم هذات يكون 270. لا مش حاصل جمعهم، مش حاصل جمعهم. تطلعش من غض النظر شو معناها الفاليو اللي ما تطلعش هاي، طلع هاي شو المسموح لك تحطه هو جي واس بي، وهون ما مش ما هون رينج من 1 لـ 237. هلا هذا اللي بنسميه فاليو كونسترينت، يعني السيت اوف فاليوز، السيت اوف فاليوز هذول فروم ويتش ذا فاليو اوف ميدل كاين از ليميتد تو، انت محصور في هذول الكلام. ها وين الفاليو كونستريت هنا رانيا؟ بس شو هون يعني معناته؟ لما اجي اسدل الست للمنبر بحط الشيء اللي يا ام يا اف، طلعوا كيف السندك تبعها مكتوب، هذا ممكن من ورا بفتح كوس، هذا النوع من الكوس مش اي كوس، بحط كوتيشن وبحط اللي بدي اياه، ممكن تكون كلمه مش شرط حرف، بسكر بحط كوما وعلى اللي بعده unlimited قد ما بدي بسكر الكوس. هذا اذا كان نوعها string، اذا كان الفاليو رقم بحط range 1، قديش نقطه بعدها بحط بدل 2 مش 3 2، بعدين بحط الرقم الثاني. طيب هاي معناته انه ايش قلنا بالضبط؟ هاي أمثلة ثانية، هاي أمثلة ثانية. هون إذا بسميها هاي بهذه الحالة بسميها النيوميريشن، يعني M و F بكتب الفاليوز اللي بدي إياها كلها، هاي النيوميريشن. إذا بدي أعمل رينج بعمله طريقة هاي، إذا بدي أعمل ملتيبل رينج شو بقول؟ من ناقص 100 temperature extreme temperature مثلا، إنه من ناقص 100 نقطتين ناقص 20 أو كما رينج ثاني من 40 نقطتين 100. هاي مثلا كمان النيوميريشن، بس هنا هنا سترينج، هون كاركتر، هون رينج بحط من A ل F، لانه الكمبيوتر طبعا هو عارف الاوردر تبع الكاركترز، بتعرفوا هذا الكلام. طيب اذا بدي احط زي باسورد او سيو الكار مثلا، بحط من A سمول كوتيشن كوتيشن نقطتين لزد او الكابيتال او من 0 إلى 9 او الداش. لو بتحط تعرف باسورد شو بتحط؟ يا هذول يا هذول يا هذول بحط بعرف شيء هن. فهمت علي؟ صعبه مالتيبل كونسترينت. ست كاركترز هذه فريكوانسي كونسترينت مش فاليو كونسترينت. احنا بنحكي احنا هون بنحكي قاعدين بنعمل ليميتيشن او وي ار كونسترينينج الكونتنت. طيب انو بعطيني امثله اخرى، انو اكثر واحد ناسها سلام، اكثر واحد ناسها مين تعرف؟ يلا امثلي اخرى شو انا سويت يا سلام؟ انا كنت اشرح في انواع كيف السنتكس تبع الفاليو كونسترينت. هل تعطيني امثله اخرى على الفاليو كونسترينت؟ بدكم انا اللي بعده نايم
بعدها تمارا يلا علي صوتك. بدي احدد لرقم الهويه. رقم الهويه؟ عمري. لا. لما بدي اياها تكون فاليو عباره عن ارقام بس بدون كاركتر. انه بحدد لها فاليو تايب بتكون ارقام. من؟ من واحد؟ من صفر. من صفر؟ واحد لتسعة. من صفر لتسعة. من صفر لتسعة؟ على عدد صفرهم يجب هم تسع أرقام ببلشوا من الصفر؟ لا ببلشوا من وين؟ لا بتبلش اضرب مثال ثاني مثلا الإيميل 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 ماله؟ إيثار هذول بعضهم نايمين إيثار يلا أنا بسأل النايم في الأصحى في الأصحى يلا إيثار متذكر بس مش هو يا أرقام يا كاركتر وليد أو هو يعني محمد نايم أكثر بس يلا حط مثلا الكانتري حط أسماء الدول أو إذا هاي كانتري بحط أول أسماء الدول هذا هو مثال ثاني هذا الشخص باصفين بالنسبة لنتيجة الامتحان مثلا نتيجة الامتحان بحط باصفين أميني السمستر تايب في الجامعة ممكن يكون سمر أو فرست فول أو سبرينج رضوان عندنا مشروع يكون فيه اللي هو المسلخ في بلدية الخليل يستقبل حيوانات وطيور حيوانات وطيور غيره هذا الشخص متزوج مطلق معلق لون العيون نوع الإجازة فصيلة الدم طب اسم الشخص بحطه كل الأسماء اسم الشخص بحطه كل الأسماء في مشكلة؟ ليه؟ طب ما بنقدر في اسم مجال الحصر صعب شوي الاسمين فيها ممكن تكون مختلفة ممكن نحط النيم يكون أحرف لا إيه يعني عادة أنا ليش ضربت هذا المثال؟ لأنه عادة لما تيجي تحط الهون يعني مش إنك المفروض تحط أربع خمس آلاف واحدة يعني إذا أربع خمس آلاف واحدة بتيجي إياها الفاليو كونسترينت ساعتها يعني ويو برضو بجوز بدك إياه يعني ممكن تكون ممنوع حدا يسمي اسم مش يعني أول مرة بتسجل في وزارة الداخلية لازم تلتزموا بالعشرة آلاف اسم اللي عندنا. نحط الأسامي ممنوعة. يعني لما واحد يدخل اسم بنروح نعمل نفحص هل هو موجود في التيبل ولا لا ممنوع إضافة اسم جديد. ممكن بس يعني هذا بطل كونسبتشوال بطل يعني بتستوعبوش ساعتها النوتيشن بصراحة واضح؟ طيب هلا شو بدنا ناخذ يا إيثار؟ شو يعني الست كونسترينتس يا سلام؟ في ثلاث انواع من الكونسترينتس، انواع واحد نبدا فيها؟ سبس طلع هلا انا بدي اقول طلعوا هذا نقرا الموديل هذا مع بعض ها؟ انا خايف اكون اسم مش علاء عرفات ياسر عرفات عشان اربطها عرفات ساعدني منبر was born in year. Member has reaction time. Has member has heart rate. And member is of. لا هاي المفروض has. Has six. Six. والله تفضي لي ملاحظة عشان أعدلها. طيب وبعدين. Member plays sport. Member booked out. شو هذا عن إيش؟ عن ايش هاي السكيما؟ عن ايش هاي لمين هاي السكيما؟ لعضو معين لعضو معين؟ وفي انو ابليكيشن بستعمل هاي السكيما يا مهنا؟ ها؟ في الرياضة بشكل عام؟ لا
في نادي رياضي. نادي الرياضي عنده أعضاء. عندهم وين في أنو سنة ولده؟ عاملين لهم تست. شو الرياكشن تايم طيب؟ تعرف شو الرياكشن تايم؟ يعني أنا كاعد. أنا كاعد. كديش عدد دكات كلبي؟ هاي عدد دكات كلبي مسجلها تحت هون. كديش عدد دكات كلبي مثلا؟ 90. هلا قمت بسرعة وصرت أركض. هلا لازم بسرعة كلبي يستجيب وبسرعة يرفع حاله من 90 ل 160. هلا أنا إذا بدك ترفع من 90 ل 160 كديش المسافة يعني الزمن اللي بدك إياه؟ كل مكان عالي نسمي الرياكشن تايم تبعه أعلى. فهي عادة بتنكاس للرياضيين وإلى آخره. وين مسجلها؟ مسجلها عبارة عن رقم مسجلهم. والهارت ريت كنا بنسجله هون اللي هي النبضات في الدقيق. وهاي نعرفها. وهاي بليز سبورت شو يعني بده يلعب؟ كرة قدم ولا باسكت ولا تنس ولا تنس. وبوكد اور معناته شو يعني؟ يعني بيحجز يلعب الساعة الفلانية. طيب الكونسترينت بتكون انه المنبر نعرف انو سنة ولد وايش؟ جندر تبعه. وكل واحد له جندر واحد له سنة ميلاد واحدة. وكل واحد بسحلو يلعب بسحلو يلعب كديش؟ لعبة واحدة في الساعة في نفس الساعة. لا 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 انسان من هون انسان الاو ار ام تقدر تكرهها مستقل. بسحلو يلعب لعبة واحدة لما بيسجل. وكل واحد بسحله يحجز مرة واحدة. وكل واحد عنده رياكشن تايم واحد وعنده هارت ريت واحد صح؟ طيب كيف أقول أنا يا إبراهيم؟ بدي أقول إنه كل واحد مسجل عندي إله هارت ريت لازم يبقى مسجل عندي كمان رياكشن تايم. يعني في حدا عنده رياكشن تايم. كل واحد عنده رياكشن تايم لازم يكون عنده او العكس. كل واحد مسجل عندي هارت ريت بعده قديش شو عندي كمان رياكشن تايم. كيف اقولها؟ بدي اجيب الرياكشن تايم هارت ريت بطريقه معينه بس يصير الاثنين طعمه واحد. كيف؟ طيب كل واحد بده يسجل يلعب رياضه كيف يعني؟ نعمل ثنتين مانديتوري؟ بس هم مش مانديتوري. بس هم مش مانديتوري. لا مش شيء مش مانديتوري. لا بدي احكي انا ومصطفى كمان مره. وين؟ ما فيش شيء بالاور ام شيء على مستوى الريليشن مش على مستوى الانتيتي. ليش؟ لانه هي نفسها. سوي خط من فوق لتحت زي ما هو معمول. رانيا لازم يكون له هارت ريت. اذا كان له رياكشن تايم لازم يكون له هارت ريت. اذا كان له هارت ريت لازم يكون له رياكشن تايم. هيك بدي اقول. اذا شخص ثاني ما مش خلص يعني اسمح له لشخص ثاني. انا بحكي عن نفس الشخص هون. هاي هي اللي بنسميها ايكواليتي كونستنت. وهي السبست شو معناها هاي السبست يا سلام؟ كمان مرة. الوقت أول لازم يكونوا في مجال اللعب نفسه. لا لازم يكون مسجل عليه لعبة معينة. لا عنده لعبة معينة. هاي الساعة ايش بيلعب فيها؟ يعني لعبة الساعة معينة لازم يلعب فيها. الساعة ايش لعبة معينة فيها؟ كمان مرة إيثار وعرفات. أول شيء إيثار. إذا بيجي الساعة معينة لازم يعني يختار لعبة معينة بهذا خلال هذه الساعة. عرفات مش هيلعب لازم يكون حاجز في ساعة معينة. كيف؟ كمان مرة؟
مشان يلعب لازم يكون حاجز ساعه معينه، لازم يبقى حاجز، بس ممكن يحجز وما يروح يلعب، بس ممكن يحجز وما يروح يلعب. لا مش ليه؟ ما حجز دي بعد، لا لا مش بالضروره، يستلم بعد سجل كورس وبيجي يستلم. هاي هيك معناها. شو معناها هاي؟ كل واحد بيلعب لازم يكون حاجز، كل واحد بيلعب لازم يكون حاجز. يعني باختصار شديد اشرح لكم اياها بطريقه اخرى. بس عارف انا احكي، مش بدي احكي هي requires أو depend on هيك معناها. هلا بنشوف معناها، أنا بفسر معناها. تعال أول شيء نفهمها، لاحظ هلا هون، هاتوا نضرب مثال، هاتوا نضرب إيش مثال أقولكم، خليني إذا تساعدوني شباب الكاميرات زيحولي لف صغيري هون. هلا قلنا بكنفسي اجرب شغله ثانيه، بس قلنا ايش؟ في عندنا شخص هون، ايش هو شخص شو ماله؟ ها بيلعب سبورت، هاي بليز، وهاي هاي الاول. هلا هاي الشخص عندنا اللي هو ممبر بوك، هاتوا اختار اشخاص عندنا. عندنا شخص اسمه A، وشخص اسمه بي، وشخص اسمه سي، وشخص اسمه دي. واضح؟ ها؟ اعمل شوية زوم. عندنا شخص A B C D، عندنا أربع أشخاص، كم عندنا إيثار؟ إبراهيم؟ عندنا أربع أشخاص. إحنا كداش عندنا لعبة هو؟ أنا بحكيش عبالي كونستريت هون، نفترض جدلا، كداش عندنا لعبة؟ عندنا فوتبول وتنس وباسكت بول. بي ولا بي؟ بي بي باسكت بول. وكم عندنا ساعات؟ من واحد مثلا للساعة 12. هذول هيك تخيلوهم. هلا بدنا نحط علاقات بينهم. شو العلاقة هاي؟ بنقول ايه؟ حجز واحد، ب ساعتين. لاحظوا في عندنا هون يونيكنس كونسترينت، وهون في عندنا يونيكنس كونسترينت، يعني بديش اكررها. ب حجز ثنتين، وسي حجز الساعة أربعة. طيب هلا في عندنا ايه؟ شو بده يلعب؟ شو بده يلعب؟ ايه بده يلعب؟ فوتبول. وبي تنس. هلا سوري، هلا عندي انا ودي بده يلعب باسكت بول. لاحظ هاي اللي عندي، هاي شي هي، خليني احذف هذول وحط الكلب العلاقة هاي. هاي A B وهاي D، ماشي؟ هاي كبالها F و T و B، بس هيك للعين. هاي وكأنه مجموعة الناس A B D، مجموعة إيش؟ الناس اللي مالهم لحجز،
اللي بدهم يلعبوا رياضة، وهاي مجموعة الناس اللي حاجزين. هلا انا شوف شو اللي انا اقصده، ممنوع واحد يلعب الا انت يبقى حاجز. يعني انا الغلط هو دي، لا دي يعني سوري انا الغلط دي. ليش؟ مش انا واحد في سي او اضيف هون دي، لا هلا اذا انا شو بتقول، ممنوع واحد يلعب الا لما يبقى حاجز. ممنوع واحد يلعب الا لما يبقى حاجز، يعني بدي اقول انه دائما مجموعه اللي بيلعبوا سب ست من مجموعه الحاجزين. ممنوع واحد يلعب الا تيكون حاجز. معك على فرق، يعني هاي المجموعه هاي اي بي هي سبست من ايش؟ ها يعني كل واحد ورد هون، ايه ورد هون لازم يكون ورد هون. كل واحد اسمه اجا بورد هون لازم اول شيء يبقى حاجز. السهم بيطلع بهاي الطريقه دائما، اتجاه السهم باتجاه المجموعه الاصغر. كل واحد بيحجز بعدين بيروح يلعب زي الديبندنس زي الريكويرمنت. يعني ممنوع تلعب لتتحجز، لازم مجموعة اللاعبين تكون أصغر من أصغر أو يساوي مجموعة الحاجزين. سميها زي ما بدك بس هي نفس المفهوم. يعني بتقدر تقول إف بين منبر بليز سبورت ذن هي سبوكت ان ان اور، حدا ما تقدر تعملها اف ذن. وضحت؟ وضحت؟ هاي دائما اني السبست، لاحظ مش هاي الناحة، لانه هاي الناحة هاي من تسجل 1 2 1 2 4 هون شو بنسجل؟ انا ما فيش بينهم تقاطع اصلا دايركين سبست، فاحنا وين بنطلع على هاي الناحة؟ مجموع هاي الناحة هي اللي بنطلع عليها. فبالتالي لو الكاميرا تلف على السلايدز، مجموعة اللي كنا البوغد هي أكبر من مجموعة البليز. هلا هاي نسميها شو بنسمي هذا كونسترين؟ سبست. هذا مش بين الكونسبتس، هذا بين الريليشنز الرولز. واضح؟ طيب هلا طب شو يعني هاي؟ هاي لسلام كمان مره ننصحيها غصب عنها. يلا هاي المجموعه اللي فوق تساوي اللي تحت. شو يعني؟ يعني نفسه اللي يكون ممنوع واحد يتكالو رياكشن ريت الا تايب كالو هارت ريت. كمان والعكس ضروري نقول العكس، يعني لما نقول ممنوع واحد يتكالو رياكشن ريت الا تايب كالو هارت ريت، وممنوع واحد يتكالو هارت ريت الا تايب كالو رياكشن. طيب ثنتين يعني كل اللي لهم هون كمان لهم هون والعكس صحيح. واضح؟ نعم. هاي السبست كونسترينت افري ممبر بوكد ان اور شود بلاي سبورت، افري ممبر هاز رياكشن تايم شود هاز هارت ريت، اند افري ممبر هاز بالعكس. لازم ليش افري ممبر بوكد ان اور شود بلاي سبورت. لا افري ممبر مش مي every member place sorry هل لازم بتاع السريع every ده اشوف every member booked an hour should play sport. لا every بغض النظر عن كيف
شو الحقيقة؟ قصد وليد شوي بده وليد يكون وكأنه يكون هو السهم معكوس أصلا، الغلط إنه السهم معكوس، إنه يعني كل واحد عادة أول إشي بروح بلعب بعدين بحجز. البوكت سبتايز لا البوكت سبتايز للمين صح. انا بشكرك، انا خربشت هاي الخربشه هسه بدك اياها من 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 مخهم خربشت. هو شكل السهم مزبوط النوتيشن مش عارف ايش خربشت فيها. النوتيشن المجموعة الكبيرة هاي. السهم هي المجموعة الكبيرة هاي اللي السهم رايح عليها مش العكس. هذا عندكم تقدروا تعملوا ريسيت؟ ها؟ تقدروا تعملوا ريسيت؟ يعكسوا الكلام، يعكسوا الاتجاه اللي أنا حكيته. إنه المجموعة الصغيرة اللي السهم طالع منها عشان تشربوها وتهضموها. تخيلوا بيرسون، انا بحكيش على رولز، بحكيش على السبسيت، بحكي على السب تايب، على السب كلاس. تخيل هون عندي بيرسون وهون عندي انثى، انا ايه السب تايب؟ السهم وين بيجي؟ وين عالميا؟ على البيرسون، على البيرسون. وهيك بالضبط تخيلها، ها هيك بالضبط تخيلها، اللي هو السهم بيكون موجود على الكبير. فبالتالي هو ممنوع كل الكلام، كل عكس الكلام اللي قلناه. لازم عكس السهم هون في الحاله. هاي انا بقول لك شو 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 معنى السكيما. وكانك انت ممنوع تروح تحجز الا تبقى مسجل لعبه، يعني معنى اخر انت بتشترك بنادي، نادي في شو؟ لانك واحد من يونيكس كونسترينت. ديوريك بس كونسترينت هذا شو بقول؟ انت مسجل في نادي بس مسجل في لعبه معينه، مش مسجل في لعبتين. يعني لما تروح تعمل اشتراك، لما تروح تعمل الاشتراك بتقول انا مسجل مشترك في شو؟ في الفوتبول او في التنس او في الباسكتبول. هلا بعدين ثاني يوم بدك تروح شو تساوي؟ يعني تحجز، يعني تلعب. الناس اللي بيحجزوا الساعات هم جزء لا لا لاكس مسجلين على لاكس دكتور بس مش نفس اللعبه. يعني انت ما هو ما هي هاي بغطي هاي هاي اثنين طلع هو خذ هاي لحالها. ممكن انك انت مسجل باسكتبول وتروح تحجز، ممكن انك انت مسجل فتنس وتروح تحجز، ممكن انك مسجل اثنين وتروح تحجز صح. هلا مع هاي تسجل واحده، وبالتالي لما تروح تحجز وهو بتحجز هذيك السبسيت المفروض تكون هي البيس، الناس اللي بدهم يلعبوا. قصدك في الواقع قصدك لازم تبقى السبسيت بالعكس، المفروض انه البيس هم السبسيت لانه كل البيس المفروض يكونوا في البوكت. حسب هلا عشان الموديل هذا صغير عادة بكون احنا مكسكسين منه في افكار. هلا هذا الموديل انا نفسي خربشت، انا بعتذر ان انا سبب الخربشه. بس هو الموديل هذا ايش معناته؟ انه انت بتروح بتعمل ملف في النادي، بتسجل اول ما تروح تعمل ملفك بتسجل اني اللعبه اللي بدك اياها وبتروح ترجع ثاني يوم بدك تلعب. بدك تلعب انت شو بدك تشوف؟ بدك ترد تسجل بدك تعمل بروفايل جديد؟ لا انت مسجل ومسجل اني لعبه. فشو بتساوي؟ بس بتروح تلعب، يعني بتحدد الوقت يعني بتروح تلعب. بس ما بصير تلعب بدون ما تكون مسجل. بتروح بتقدرش تروح تحجز. اذا هم مين المجموعه الكبيره؟ ما كان الا تبقى مسجل الها. مين المجموعه الكبيره اللي هم البوكت؟ يعني اي حدا بيلعب مش مسجل. يعني سكت لك، رحت انت فتحت ملف سجلت هالمعلومات عن حالك وقلت لهم انا بدي العب تنس، مرجعش
هلا بدك ترجع ثاني يوم تلعب بدك تحجز، بدك ترجع ثالث يوم تلعب بدك تحجز، هيك معنى السكيما. على كل حال ما هو في عندي انا يعني other examples، شايفين الماثماتكس تبع الموضوع كله بغض النظر شو فيه هون، انه هاي اني سبست من الثانيه من سبست من البوبوليشن، البوب هاي بوبوليشن تبع ار2 سبست من البوبوليشن تبع ار1. وكيف بنقراها؟ اف كيف بنقراها؟ اف اي R2 then A R1. If A R2 then A R1. يعني زي هون. If member booked then member plays. صح ولا غلط ولا غلط أخرى مرة؟ يا لا لا دكك وراي. لا دكك وراي. هات ها اف اف بطلع ار2 لتحت اف ممبر بوك ذن ممبر بليز. طب شو معنات اف ممبر بليز ذن ممبر بوك؟ اف ممبر بوك ما هو من مجموعه، هو جاي يحجز، ما هو من مجموعه اللي بيلعب. طيب البوبوليشن هاي اختصار البوبوليشن يعني مجموعه الانستنسز. هي فانكشن يعني ولا ايش؟ هاي لا 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 هاي بس لوجيك لوجيك هذا لوجيك. هلا لاحظوا هاي شو علاقه يا رانيا؟ طلع هاي لا اف اي از ار2 انو هون اكو واحد ايه يلا فتحوا هلا بدي السؤال اصلا ار1 لازم ايه الكبير ار1 مهنا انا دكتور مهنا الكبير ار1 انا اسمك مهنا يلا إثار مالك بتطلع ايش مستسلمه يلا اميني يعني فيش حدا هاي مش حيعلق عليها إثار. يعني إذا بدي مثلا اللي قبله إنه لازم أحجز لما أكون ألعب. خلاص كوني كوني إف إي إي بليز آر تو هيك كوني. بليز آر تو. then إي بليز آر ون. آر ون لازم أكون عامل آر ون. أنت يعني كريت سكيمة هي. شو قصدي أقول هنا يا عرفة؟ شو يعني؟ صحيح الكلام اللي بيقوله؟ لا أنا بحكي لا قوليش الكلام اللي بيقوله صحيح؟ صحيح؟ ما سمعتيهوش رانيا إذا كلامه صحيح طب ليه؟ لا أنا بحكيش كلامه صحيح قولي ايش المشكلة؟ المشكلة إنه محمد لازم على الاقل يكون يعني على الاقل يكون ار1 هلا يعني هون مثلا انه اقراها اقول لك قل لي فيها مشكله شو قصدي اقول هيك بدك قصدي تقول انه لازم يكون على الاقل في ار1 طيب يعني بس مش شرط انه يكون في ار2 هذا مانديتوري بالضبط طيب بس ار2 يعني عاد اللي تكون زي تمارا لازم الايميل امبلايد اصلا مهند ار1 لازم يكون محقق جميع الاحوال هلا ار2 هو نحاول
رضوان اذا كان الار يجب ان يكون متحقق فلا بد ان يكون الار متحقق اذا كان ار1 متحقق شو يعني شو يعني اذا كان ار2 متحقق عشان نحقق ار2 لازم يكون ار1 متحقق عشان نحقق ار2 لازم يكون ار1 لازم نحقق ار1 طب سلام خلص بس تسلم يا سلام انا بحكي انا ار2 شوي 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 شو قصدك كيف يعني؟ لأنه مستحيل يعني أي عنصر بيكون في R2 بيكون في R1 R1 مش أي عنصر بيكون في R2 لازم يكون لازم يكون في R1 هذا هذا الكونستريك هيك بحكي لا R1 مستحيل تكون فاضية هي مانديتوري فمعناها R2 مانديتوري نعطيها مثال يعني أنا بدي أضرب لك مثالهم ولا بدي أجرب هالشغلة بدي اجرب هالشغله اشوف اذا انا بقدر اعملها بدل ما اكتب على اللوح اعملها هيك لو انا حطيت هذول الرسمتين لو انا حطيت هذول الرسمتين وجيت احط هاللعاب تحتهن بديش ارسم على اللوح يعني انا هلا لو جيت حطيت هون سوري انا لازم احط الكونسترينت هاي بحطها هون مزبوط هاي اسميها ايه وهاي اسميها R1 هاي R1 اللي فوق وهاي نمحها بعدين هاي R2 طيب هلا جيت انا احط اللي هي sub set constraint بكبس عليها هون بعدين بعمل control بكبس عليها هون بحط انطر لا ما جتش إذن أول إشي شو بساوي؟ بحط هاي أنا بدرسم اللي من تحت بحط هاي بعدين بدعس هون شايفين هون؟ شايفين؟ هاي بدعس إنه هاي بعدين بدعس هون وبرسم رسمة هلا هان أنا جيت أحط إنه في عندي A وفي عندي B مزبوط؟ وهون في عندي ايه بكفي حققت الكونسترينت ها لاحظ كم كم احنا كم واحد عندنا كم ايه عندنا عندنا ثلاث هاي ثلاث حط ايه وبي وسي مزبوط طلع يا سلام كم ايه عندنا اي بي سي مزبوط هلا وهان شو في عندي اي بي وهون تحققت الشروط كلها كلها تحققت ضلت سي ضلت سي شو قصدك في عند هون محمد شو بقول ما هو مش حتحط مانديتوري كونسترينت المانديتوري مش متحقق لازم ايش نحط هون سي حطينا السي حطينا السي هون حققنا هيك كل الشروط شو مش متحقق تحكي انه اذا انا اخذت ار1 المفروض انه يكون بدايه راح ار2 يعني ما بقدر اخذ ار1 بدون ار2 لا كل لا هذا الكونسترينت معناته هذا انه كل العناصر اللي عندي موجوده بتلعب هذا الدور بتلعب هذا الدور وكل وهذا الكونسترينت شو يعني انه العناصر الموجوده هون كمان موجوده بالضروره فوق
ارجع ل هان. شو المشكله؟ يلا عان تمارا قولي لهم اياها. الامبلايد مش ضروري تكون موجوده. لا شيل الامبلايد مش ضروري. هاي الامبلايد هاي كلمه. لا يعني الكونستريت المانديتوري اقوى من. شو قصدك؟ شو احذف؟ تمارا بتقول لكم حذف هاي. لا المانديتوري اقوى. طلع اقرايها ليش؟ بدنا تحكيهاش هيك. اعملي فيربلايزيشن. أول إيش تحكيها؟ كل every a blaze r2 لازم blaze r1. كل a blaze r1 كان رانا. كل a blaze r2 لازم يكملها لاعب r1. كل واحد كل ايه بتلعب ار2 لازم تتكلع بار1 كمان. وكل واحد بتلعب ار1. كل واحد بتلعب معناته ايه is playing ار1 and ار2. لا ها هاي ورجيتك مثال انه هاي في عندي المثال هو في عندي ار في عندي هون ايه يعني في اشي لعب في عنصر لعب A R2 بس العكس. يعني احنا بنحكي انه اذا انت اذا A لعبت دور R1 لازم بالبداية يكون لعب دور R2. اذا A بتلعب R2 لازم تبكي اول اشي لعب R1. لا لا هاي المجموعة الكبيرة. ايش الهدف من السهم؟ هاي المجموعة. طب شو معنى تسهم هار؟ هيك شو معنى تسهم هار؟ احنا كيف حكينا دكتور؟ شوي شوي شو معنى تسهم هار؟ انسى اعمل ريسيت لكل شيء حكينا. انا شو معنى هذا السهم؟ انه انت لازم تكون ناخذ ار2 بعدين تلعب ار1. لا انه ار2 هي سبست من ار1. البوبوليشن تبع ار2 سبست من البوبوليشن تبع ار1. يعني البوبوليشن تبع ار2 سبست من البوبوليشن تبع ار1. هيك معناها انه هاي المجموعه اللي هو سبست من المجموعه اللي هون. يعني هاي المجموعه الكبيره. طب دكتور لو حطينا المانداتوري على ار2 شو بصير؟ مش نفسها؟ بدناش نقول لو هلا خلينا هون. انا احس حالي فاهم انا مش فاهم معك. طيب يلا انا بجاوبك بسرعه. لو حطيت المانداتوري على ار2 عندك هون شو من فوق حطيت تحت مش نفس العمليه بتصير؟ لا لا قربت تو مانداتوريز. تو مانداتوريز هاي بتشيلها داعي المره بتشيلها في النص بتبطل اه بتشيلها اه مضبوط. هي نفس العملية بتصير هيك معناها؟ لا مش إكويفالنت. كل واحد لابس زكيت يطلع برا. كل واحد لابس زكيت زهري يطلع برا. يعني كل واحد لابس يعني طلع علي كل هوك هيك. كل واحد أنا بقرأ لكم إياها هيك. كل واحد بيلعب أرواح. كل إيه بتلعب أرواح. مزبوط؟ كل ايه اذا بدها تلعب ار2 لازم تتكلع بار1. طب ما هو كل ايه لعب ار1 طلع هاي. كل ايه بدها تلعب كل ايه لازم 100% تلعب ار1. كل ايه 100% لعب ار1 100% كل اللي هون ظهر هون. هلا انت جاي تقول لي كل واحد بدها تلعب هاي لازم تلعب هاي. لا كل واحد تلعب فوق. لا هاي هذا الكونسترينت خلص هيك ادرس خذ معناته. هذا الكونسترينت اللي بده يلعب هاي لازم يبقى لاعب هاي كمان. يعني هاي المجموعه سبست منها. كل واحد هاي معناها ما ندري شو معناها. كل واحد هون موجود هون. كل واحد بده يجي هون لازم يبقى هون اول. يعني شو يعني هون اول؟ ما هو كل هون. مش ال R2 فيش لها داعي. هاي السبست كونسترينت فيش له داعي. ما هو باي ديفولت لما هاي موجوده هاي موجوده معناته كل اللي هون كل الاشخاص موجودين هون صح؟ فاهم علي؟ يعني طلع كل واحد ها
هاي عندنا مجموعة الأشخاص، هاي نفترض أشخاص، مجموعة الأشخاص هاي كل المجموعة هاي عشان البان دي تريها كل واحد في المجموعة كمان لازم يكون هون صح؟ هلا هون أوبشنال صح؟ يعني مش كل اللي هون بتلكهم هون. آه طب ما هو معناته هاي المنطقة سبست من هاي المنطقة، فهاي نسميها implied. شو هي implied؟ اللي هي إيش؟ السبست هاي implied. آه هاي السبست هي implied. Notice that this subset constraint is implied and should be removed. Because that is, there is no need to play, to say that every A playing R1 must also play R, R2 must also play R1, because the mandatory constraint here means that every A must play R1.